نرحب معنا بسيد ناصر المري، عضو لجنة الشؤون المالية بمجلس الأمة الكويتي. أهلا بك معنا على CNBC. يا أهلا وسهلا. طبعا عندنا أمال كبيرة جدا وطموحات كبيرة لهذا المجلس أنه يكون في خطوات جادة من أجل تحسين الوضع الاقتصادي في الكويت، وفي حالة يعني تفاؤل كبيرة جدا. حضرتك شايف أنه حالة التفاؤل دي فعلا في محلها؟ يعني يجب الناس أن تتفائل أن خلال هذا العام سينصلح الحال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا شاكر لك نجوى المقابلة، احنا دائما كنا نلتقي لما كنت أنا في القطاع الخاص، الآن وأنا عضو مجلس أمة فشرف أني أكون معك مرة ثانية وأطلع على مشاهدين CNBC عربية مرة أخرى. طبعا تفائلوا خيرا تجدوه، احنا متفائلين في هذا المجلس لعدة أسباب. أولا لأنه صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله هو يعني من قام بتوجيه المجلس والحكومة للعمل مع بعض في اتجاه واحد. يعني كان للأسف في السابق كان المجلس والحكومة يعملون في اتجاه مختلف، وكأن العرف هو أن يختلف المجلس مع الحكومة. أنا أعتقد الآن الروح اللي قاعد نشوفها في مجلس الأمة وفي الحكومة أيضا بأن كلاهما يعمل في اتجاه واحد، فإذا اتفقنا على تحديد الهدف ممكن الوصول إليه، لكن إذا اختلفنا على الهدف ما ممكن الوصول. فهذا المجلس وهذه الحكومة أعتقد الهدف واضح، وهو تحقيق خطة تنمية والعمل لما فيه مصلحة البلاد والعباد. ثانيا أعتقد المجلس والحكومة كلاهما خاطر بما لديه من تاريخ وسجل سياسي للدخول في هذه الحكومة وهذا المجلس، وبالتالي هناك احتمال واحد، أما النجاح والاستمرار أو لا سمح الله الفشل ونهاية سياسية لأعضاء هذا المجلس والحكومة. فبالتالي كلا الطرفين يعي تماما بأنه لا خط رجعة. ولكن هل أنت أيضا تستطيع أن تقول بنفس الثقة، تتكلم بنفس الثقة على أداء الحكومة القادم؟ يعني أيضا الحكومات السابقة لم تكن أداءها جيد، فهل أنت تعتقد أنه هذه الحكومة ستنجز ما فشل في إنجازه الحكومات السابقة؟ شوفي، كان للأسف الشديد كانت المجالس السابقة تفترض في الوزير والمسؤول الحكومي وموظف الدولة سوء النية وسوء السمعة وسوء السلوك وأنه حرامي وأنه ما يفهم حتى يثبت عكس ذلك. فكان الموظف العام في الكويت ما يأخذ قرار مستقبلي لأنه يخاف من أن يكون هناك احتمال لو 1% أن هذا القرار خاطئ، وبالتالي لا يعمل، ومن لا يعمل لا يخطئ، ومن لا يخطئ لا يحاسب. فكان هذا هو السائد في الكويت. الآن إحنا قاعد نقول نشتغل نسوي 90% صح، هذا امتياز. نسوي 85% صح، أيضا امتياز. بس على الأقل نسوي 85% صح أحسن من ولا شيء، لأن الركود يؤدي إلى التناقص. أهل الكويت يعني ترى يعني الشعب الكويتي شعب عجيب، لأن ما في شعب من شعوب العالم مر في امتحان كبير وأثبت نجاحه بنسبة 100% إلا الكويت. يعني الشعب الكويتي يمكن في ظاهر أنه هو من شعب مترف، شعب مادي، شعب يعني مدلع، بس معدن هذا الشعب معدن أصيل، لأنه في الغزو لما دخل صدام حسين إلى الكويت كان يملك المال وكان يملك القوة، لم يستطع بماله أو قوته أن يشتري أهل الكويت. فالكويتيين أثبتوا أن هم حتى لو كان مظهرهم مادي ومترف بس في معدن هو شعب محب لهذا الوطن، شعب مخلص، شعب جبار، قوي، عنيد، متمسك بتراب وطنه. عندما تأتي الحاجة أو نقول إحنا بالكويتي لما تحج حجائجها، هذا الشعب يكشف عن معدنه الصحيح، وأنه شعب وطني محب لهذا الوطن مستعد أن يضحي بكل شيء من أجل هذا الوطن. أنا عموما أشهد معك بذلك، ولو أن شهادتي مجروحة وأنت تعلم ذلك، ولكن دعنا نعود. أنت بنتنا بعد شنو مهاجم روحها شهادتي مجروحة، ولكن دعنا نعود مرة أخرى لموضوع حياتك. قلت أن هناك خطة تنمية، هل تتكلم عن نفس خطة التنمية التي كنا نتكلم عنها في السابق، أم سيكون هناك في خطة أخرى ربما معدلة أو بشكل آخر، أو ستكون مجرد مشاريع سيتم تنفيذها؟ لازم تعمل الحكومة والمجلس على خطة قصيرة الأمد، لأن الناس ملت من الانتظار
مش ناس غير مستعدة أن ينتظرون 5 سنوات، وخطة متوسطة الأمد وخطة طويلة الأمد. زرعوا فحصدنا ونزرع ليحصدوا، خطة طويلة الأمد لأبنائنا والأجيال القادمة. خطة اللي هي شورت تيرم الآن، إحنا إيش بنسوي حق الناس؟ لو تروحين بأي مكان تلاقين أي كويتين، أي كويتي 2 3 تسألينهم كلهم عارفين هم شنو يبون، راح يقول لك أول شيء إحنا غير راضين عن مستوى الخدمات الصحية. فبالتالي الخدمات الصحية بلد مثل الكويت عيب إذا نحن ما نقضي على تردي الخدمات الصحية. عايز مستشفى ومدرسة ومطار و... طيب. أول شيء ثاني أنا عايز سكن. الكويتي يعقد عقد الزواج اليوم ويستلم البيت بعد 20 سنة، بعضهم ابنه يتزوج وهو لسه ما استلم السكن. طبعا راح الناس يقولك والله الدولة مش مكلفة، لا الدولة مكلفة لأن الدولة هي من يملك الأراضي. شيء ثالث عايز شنو الكويتي؟ عايز وأما بنعمة ربك فحدث، يعني هذا يسمع عن الفوائض المالية ويسمع عن المدخرات الحكومية، واللي هو الكويتي 95% من الشعب الكويتي مدين، ومدين قصرا وليس مدين اختياريا. استدان المواطن الكويتي بسبب أول، هناك فارق كبير في الكوادر، كوادر الرواتب أو الكوادر المالية. يعني تلاقين نفس الكويتي نفس الخريج واحد راتبه 5000 دينار وواحد راتبه 1000، فأصبح هناك فارق بالجابة لو قلتهم في مستوى الدخل الأسرة الكويتية. ثانيا تردي خدمات صحية جبرت المواطن الكويتي بأن يلجأ للعلاج في قطاع خاص. تأخر الرعاية السكنية اضطر المواطن أن يستأجر أو يقترض ليبني أو أنه يبحث عن وسائل أخرى لتوفير السكن. ثالثا تردي الخدمات التعليمية، يعني للأسف الشديد نسمع أن هناك خريجين المرحلة الابتدائية يعتبرون أميين، فيضطر بعض المواطن الكويتي بأن ينتقل من التعليم المجاني الحكومي إلى التعليم الخاص، وهذا مكلف ومرهق ماليا. فمن وضع المواطن في هذا الموضع هي للأسف الحكومة والمجلس مشتركين في 22 سنة الماضية. إذن هذه الخطة اللي هي short term. نأتي إلى خطة متوسطة. يعني هذه خطة جديدة غير خطة التنمية؟ هي خطة التنمية. الآن الحكومة ستقوم بعرض خطة التنمية أو بعرض خطة العمل الحكومي على مجلس الأمة قريبا. نأتي إلى نفس الخطة اللي كان ردها المجلس السابق. إحنا لسه ما شفناها، حنشوفها لما تعرض علينا. طبعا إحنا بالنسبة لنا إحنا عارفين الهدف تبعنا. إذا كانت الخطة تشتمل على هذا الهدف أكيد سنقرها، إذا لا تشتمل سنعدلها. إحنا لن نلقي شيء، إحنا سنعدل، إحنا نعمل من أجل الكمال، والكمال الله سبحانه وتعالى، فسنعمل من أجل الكمال ومن أجل تعديل ما هو موجود. يعني لن نعيد اختراع العجلة، سنستخدم العجلة الموجودة ونكمل في البناء. فهذه الخطة قصيرة الأمل. خطة متوسط الأمل حنبدأ نعمل. إحنا في الكويت نعتمد على مصدر دخل واحد، فحدا تنويع مصادر الدخل، تحسين مستوى التعليم، تحسين مستوى اللي هو احترام تعليم الناس، احترام القانون، احترام الدستور. لو احنا احترمنا قانوننا ودستورنا تنتهي كل مشاكلنا. فيبدأ هنا نبدأ بناء جيل جديد في الكويت، لأن الجيل الحالي تعود بأنه ماكو شيء يصير. فنبي ثقافة أنه ماكو شيء يصير، ثقافة أنك أنت تعمل بجد وإخلاص وتكون أنت مخلص في عملك. نريد أن نعيد هذه الثقافة. نبي الكويتي لما يروح حق شغله يروح وهو مستانس، لأن لما يكون مستانس فرحان لما يحس هناك في عدالة في العمل، في عدالة اجتماعية في المجتمع، في عدالة في عمله، في عدالة في التعليم، في عدالة في حقه. اليوم الكويتي اللي ما عنده واسطة ما يأخذ حقه. إحنا أعضاء ما يسمى صرنا مثل مراسلين درجة أولى. وظيفتي أروح مع الأخوان الكويتيين اللي سلبت جزء من حقوقهم بسبب الواسطة الجائرة حتى يسترد حقه. مو معقول الكويتي يروح يتقدم للعلاج في الخارج بسبب تردي الخدمات الصحية في الكويت ويرفض، ولما يروح معه عضو ما يسمى يوافق عليه. وعموما دي كانت أخطاء ارتكبت في السابق، ولكن يعني حضرتك بتتكلم عن خطة قصيرة المدى متوسطة المدى وطويلة المدى، خطط كثير، ولكن أنا ممكن أقول لك أن الكويت لا ينقصها خطة، الكويت ينقصها رؤية. ولكن نستكمل الحديث بعد الفاصل. We'll be right back.
للإعلان على شاشة CNBC عربية يرجى الاتصال على الأرقام التالية. الأسهم الكويتية برعاية بنك الكويت الوطني. الأحوال وفقا لأحكام الشريعة، المعاملات المصرفية الإسلامية، التكافل والتأمين، منتجات التمويل الإسلامي، عقود المرابحة. على شاشة CNBC عربية. هذا البرنامج برعاية بنك بروة. أهلا بكم مرة أخرى في هذا اللقاء مع السيد ناصر المري، عضو لجنة الشؤون المالية في مجلس الأمة الكويتي. أهلا بك. كنا نتكلم عن الخطط، والخطط خطط كثيرة، ولكن يعني أنا ممكن أرد عليك وأقول لك إنه الكويت لا ينقصها خطة، الكويت ينقصها رؤية. ما هي رؤيتكم لهذه البلد؟ فلو أنت قريتي كلمة صاحب السمو في افتتاح دور انعقاد هذا من كم أسبوع، وأخذتي هذه الكلمة وفقدتيها، خلطتيها على نقاط يعني bullet points، رأيكم أنت عندك الرؤية اللي لو إحنا التزمنا فيها مع الحكومة، طبعا ثنى عليها وأكدها أيضا سمو رئيس مجلس الوزراء في كلمته، هذا راح تكون عندك الفيجن حق الكويت. بس أنت الفيجن هذا والرؤية ما ممكن تسوين فيجن لعشرين سنة، لأن الناس حتقول ما راح استنى عشرين سنة. فإحنا عايزين نمشي في الجانب الاقتصادي، سواء الاقتصاد المايكرو إيكونومي أو الماكرو إيكونومي. المايكرو إيكونومي هو ما يتعلق بالشركات والقطاعات الاقتصادية والأفراد في الكويت، اللي احنا تكلمنا ان احنا لازم تكون هناك حل لمشكلة القروض الاستهلاكية وحل لمشكلة القطاعات الاقتصادية، سواء قطاعات الاستثمارية، الصناعية، الزراعية. فهي كل لا يتجزأ، الرؤية هي كل لا يتجزأ، ولكن أنا لازم أعمل الرؤية حتى من هو اللي ينفذ هذه الرؤية هو المواطن الكويتي، علشان أعطي المواطن الكويتي الأمل وأشجعه بأنه يمشي معي في هذه الخطة. لازم يشوف الأمل، لازم يحس شيء ملموس. يعني أنت هي لازم يشوف شيء اليوم، شيء بعد شهر، شيء بعد سنة، شيء بعد سنتين. ما ممكن أجي حق الكويتيين أقول لهم ابشروا بالخير، إحنا الكويت ستكون جنة الله على أرضه، بس بعد 20 سنة. يقول سبحان، بحلنا الوقت المصري. طب خلينا نتكلم على اسقاط القروض، عشان دي حاجه ممكن يشوفها الشهر الجاي. هل انت مع اسقاط القروض او فوائد القروض؟ طبعا سمو الرئيس مشكورا قال معالجه القروض ستتم تحت قبه عبد الله السالم، هو حملنا المسؤوليه. انا مع معالجه وليس اسقاط القروض. هناك فرق ما بين كلمه اسقاط قروض او اسقاط فوائد او معالجه. انا مع معالجه تبنى على اسس رقميه علميه، يكون فيها عدالة اجتماعية لجميع أهل الكويت، المقترض وغير المقترض. وأنا حقيقة يعني الآن قاعد أعكف على مرسوم بقانون أن يكون هناك منحة مالية لكل مواطن كويتي، مبلغ من المال، يعني أتمنى تكون 10,000 دينار، قد تكون أقل طبعا، ممكن دون التأثير على الميزانية العامة للدولة. إزاي بدون تأثير لما أنت حتدي كل مواطن 10,000 دينار؟ بس خليني أنت خذيني شوية شوية. يخصم من هذه المنحة مستحقات الدولة اللي تبلغ بحوالي 3 مليار دينار، وما يتبقى من هذا المبلغ يستخدم لتخفيض القروض على المواطنين، والباقي يروح له. طبعا راح تقولي أنت أثرها على الميزانية العامة للدولة، المبلغ بشكل كبير، بس لو قلنا احنا 7 مليار دينار مثلا، وصلنا الى مبلغ حل وسط 7 مليار دينار، شلتي منها 3 مليار اللي هي مستحقات الدولة، كم بقى؟ 4 مليار دينار، فيها مليار مصروف حق صندوق المعسرين، بقى 3 مليار. 3 مليار دينار ألا تستحق ان احنا نخفف العبء عن 95% من الشعب الكويتي؟
3 مليار هذه انت لما تحسبينها انت، احنا ايراد النفط يوميا بحدود 500 مليون دولار، يعني قاعد تتكلمين انت عن ايراد النفط كم يوم. بس انا عايز اقول لك حاجه مره تانية، اللي يسمعك بيتكلم بالطريقه دي يقول ايضا انه مره تانية اعضاء مجلس الامه يحاولون خط بود الناخبين من خلال هذه. خلينا نكمل. انا طبعا انا بشر، قد يكون صح وقد يكون خطا. لو افترضنا ان التكلفه على المال العام 3 مليار دينار وسلمنا ان هاي تكلفه ولا ايراد لها، هاي ال 3 مليار وين راح تروح؟ راح تروح للسوق الكويتي. راح يتم تدوير ال 3 مليار 3 إلى 4 مرات بالسنة، فيصير الأثر 3 مليار 12 إلى 15 مليار دينار كويتي، اللي هو كم مرة تحولها إلى مبيعات ومشتريات في الاقتصاد. سيستفيد منها البنك، سيستفيد منها البنك الحين أصبح عنده المواطن صفر الحين، سيستفيد من المال العام، لأنك أنت لما تصفرين على المواطن المستحقات اللي من 20 سنة اللي مو قادرين تحصلونها وتبدين نظام تحصيل اليوم فعلي، حيكون في إيراد للدولة صح؟ يعني هي نظرة بس. طب أنا عايزة أسألك في موضوع قبل ما الوقت يأخذنا، أنت بتتكلم عن المواطن، ماذا عن القطاع الخاص والشركات؟ هل هذه الشركات نصيب في هذه الرؤية؟ طبعا أنا قدمت دراسة في شهر 10 2008، ويمكن تكلمنا قبل الحلقة عليها، لو طبقت هذه الدراسة كان حالنا في الكويت أفضل بكثير. يعني إحنا الشركات الكويتية أو قطاعات الاقتصادية الكويتية شنو ينقصها؟ ينقصها التمويل، وينقصها التمويل بسعر مخفض، وينقصها فرص العمل، لأن الكويت شبه مقلق اقتصاديا. فإحنا إذا قدرنا أن إحنا نوفر التمويل، يعني نعرف شركات كثيرة عندها أصول ممتازة بس ما مقادرين يبيعونها ومو قادرين يتسلفون عليها. أيضا أنت في الكويت علشان أي قطاع راح يعالج راح يسحب معاه قطاعات أخرى، فيجب أن ننظر بحيادية لكل القطاعات، شلون إحنا نقدر نساعد القطاعات الاقتصادية، لأن الكويت هي البلد الوحيد في العالم اللي لم يتدخل في الأزمة المالية اللي طافت، والأسف هذا من المآخذ على الحكومة وعلى المجلس، لأن مدخرات المواطن انهارت. المواطن بذمة الدولة، لما المواطن دخل في السوق المالي هو دخل ثقة في اقتصاد بلده، ودخل لأن يعني هذه فرص الاستثمار المتاحة. فكنا نتمنى أن يكون هناك توفير التمويل اللازم للقطاعات الاقتصادية، تكبير الكيكة بحيث أن الكل يشترك فيها، يعني مثل نظام البي او تي، مثل شركات الان اللي هي تدير مثلا املاك الدوله 25 سنه غير مجدي بالنسبه لها، لو جينا من اول يوم وقلنا 40 سنه، فانت هنا ساعدت الشركات القطاع العقاري والشركات المستثمرين في البي او تي كلهم، بحيث ان يكون عندهم فسحه اكبر ودخل اعلى. لو انت اشترطتي ان يكون كل المشاريع المستقبليه ان يكون ليد بنك هي البنك الكويتي، أنت ساعدت البنوك الكويتية. لو اشترطت على البنك الكويتي حتى يصبح هو الليد بنك أني أخذ معاه شركتين استثمار أو شركة استثمارية أو شركة عقارية أو شركة خدماتية كفرض عليه عشان يصبح هو الليد بنك، فحيساعد الشركات القطاع الخاص. لو أنت وفرت التمويل، إحنا بنك التسليف والادخار رأس مالها 2500 مليون دينار كويتي، لو عملت السكيورتيزيشن حق الكاش فلو اللي هو جاي من المواطنين اللي اعتبر هو قروض حكومية، واقترض هذا البنك بموجب المحفظة 10 مليار أو 15 مليار، وتم فتح محافظ لدى البنوك المحلية لشراء أصول الشركات الكويتية وإعادة بيعها مرة ثانية عليهم، اللي هو ريفاينانسينج نفس ما عملت فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية في مؤسسة الاقتراض الفرنسية. الخيارات كثيرة، إن صدقت النوايا وشلنا الحسد وشلنا تصفية الحسابات وشلنا انه والله ايش معنى فلان، انا اعتقد هذه السفينة بمجملها ستصل الى بر الامان، والكل سيكون مرتاح اقتصاديا، ستكون المشاكل اللي يمكن المال يحلها انحلت، راح نحقق الفجن حق صاحب السمو بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، راح نخفف العبء على المواطن، لان المواطن هو مثل ماكينة الاقتصاد مثل السيارة، والمستهلك هو الماكينة، مهما كانت السيارة فاخرة بدون ماكينة ما تمشي.
مشكلة في القروض السنوية. إنه نفس هذا الطرح حضرتك ذكرت إنه تم طرحه في 2010 وفي كتير ناس يعني كانوا بيؤيدوا هذا الرأي ولكن لم يتم تمريره وأنت تعلم إنه مجلس الأمة في ذلك الوقت ولم يكن هناك في قرار حقيقة قوي يدعم القطاع الخاص. لكن النهاردة لو أنت تقدمت بهذا المقترح أنت تحت المجهر كمجلس أمة هذا المجلس بالتحديد تحت المجهر ألا تخشى إنه البعض يقول هو مجلس الأمة هو اللي جاي علشان ينفع الناس ويودي فلوس للشركات. طبعا احنا الاصل نحن ننفع الناس الاصل من ثم ان ينفع الناس ان يكون هناك توازن دون الاضرار بالمال العام ودون الاضرار تسفيه حقوق الناس. هو الاصل ان الناس يعني الناس هذه اذا ما استمتعت بهذا المال اليوم حتستمتع فيه متى؟ الازمه الاقتصاديه خسرت الحكومات الخليجيه خسرت اكثر من 40% من أرصدتها في أوروبا وفي أمريكا بسبب الأزمة الاقتصادية. ما كان الشعب أولى؟ لما أنت المكينة المعطلة اللي هي المستهلك المعطل اللي ما يتحرك بسبب ظلم وقع عليه جورا بسبب احتساب الجائر الفائدة وبسبب إغراء البنوك لهذا المواطن بأن يقترض وبسبب عدم تكافؤ الكوادر هناك من راتبه 5000 حضرتك بتتكلم على المواطن كانه المواطن يعني ملوش اراده وانه يعني انا اعتقد ان هذا كلام غير واقعي في النهايه اللي بيروح البنك وبيقترض بيبقى هو بارادته وبيبقى عارف كويس قوي انه هيكون عليه التزامات والمفترض انه في كل دول العالم هذا هو ما يحدث يعني البنوك هي دي شغلتها انها تقرض الناس. انت لما بتقولي انت كنت خريجة روما في روما في البنوك الايطاليه كم ياخذوا فوائد على المقترض؟ بس انت بتقارن بخلف جابني يعني انت عارف دلوقتي الاسعار الفائده منخفضه جدا يعني طيب. في اوروبا وفي بس انت حين في اوروبا لما تقترضي من البنك ممكن تروح البنك وتقول لي الحسبه اللي حسبت عليه حسبه القروض ولا ما يديكي يعطيك في الكويت يدوكي الحقيقه ما طلبتش اطلبي واسأليني مره جايه انا ممكن مش حيدوكي لان هناك جور في احتساب الفائده على المقترض. لا. طبعا هو أعتقد الموضوع ده كان طرح عدة أعوام وتم تسويته. لا ما في لقيت الآن لم ينفذ أي حكم ولا على أي بنك. هناك جور في احتساب الفوائد أولا. اثنين هناك تأخذ على المقترض رسوم ويحسب عليها فائدة أيضا على الرسوم اللي هو دفعت منه. ثالثا المواطن مجبر يروح البنك لما لا سمح الله ابن الواحد يطيح مريض يضطر يأخذه مستشفى خاص أكيد حيقترض. هل تعتقد أنه النسبة الأكبر من القروض هي بسبب أن المواطن عايز يروح المستشفى أو المواطن عايز يشتري سيارة جديدة أو عايز يسافر؟ لا أنا أعتقد ما في كده هتخلي المواطن يزعل مني. لا بالعكس احنا قاعدين أنا قد أكون خطأ أنا لا أدعي بأني أنا يعني الخبير الاقتصادي الأول ولا أفهم واحد. أنا أقول لك اللي أنا حاسة المواطن 90% من المواطنين اقترض بسبب تردي الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية. ولو سويتوا بحث أنتم في CNBC عربية عملتوا بحث في الريسيرش راح تلاقون اللي قاعد أقوله كلام صحيح. ثانيا لو رحتي أنت وزارة التخطيط وأخذتي متوسط دخل الموظف الكويتي راح يكون متوسط دخل 1000 دينار ولو أخذتي متوسط صرف الأسرة الكويتية راح تلاقين 1500 دينار. فوزارة التخطيط تقول هناك عجز 500 دينار شهريا ما بين الدخل والمصروف للأسرة الكويتية. يعني على سبيل المثال المواطن الكويتي اللي كان راتبه بعد تحرير 1000 دينار راتبه اليوم إذا زاد صار 2000 دينار صح؟ من التحرير لليوم أعتقد 100% ما فيش حد زاد 100% نفترض 100%. لو رحنا شفنا الأرض السكنية في منطقة مثلا لمنطقتي أنا منطقة العقيلة قبل 20 سنة قيمتها 25000 دينار اليوم قيمتها 300000 دينار كل 30000 دينار يعني 10 أضعاف. فالزيادة في الأسعار لم تواكبها زيادة في دخل المواطن. فعشان كذا المواطن عمره مش حيقدر يشتري أرض في الكويت ما لم يكن هناك تدخل حكومي وتحرير الأراضي من الجهات الحكومية مثل القطاع النفطي والدفاع وإعادة بيعها للمواطن بسعر مخفض. طيب قبل ما ننهي اللقاء لازم أسألك بقى سؤال هو هل سنشهد خلال عام هذا العام مشروعات بصورة أكبر من ما شهدناه في العام الماضي لأنه الكثير من القطاع الخاص وخاصة البنوك يعولون أننا سنشهد خلال هذا العام مشروعات كثيرة. أنا أعتقد قبل نهاية هذا العام إن شاء الله تعالى سيكون هناك غفزة نوعية في الاقتصاد الكويتي وفي تنفيذ خطة التنمية من حيث عدد المشاريع
توزيع المشاريع، سرعة التنفيذ والجدية في التنفيذ، وسنعمل أن تستفيد أكبر شريحة من الشركات والمواطنين الكويتيين من المشروعات القادمة. هالمرة راح نصير أنانيين شوية، وراح نصير بصف الشركات الكويتية والمواطن الكويتي لغاية ما يوقف على رجلينا، وبعدين نفتحها للشركات العالمية. وأيضا مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، كان هناك أنتم مقدمين مقترح بتنفيذ المرسوم الصادر. اليوم احنا في اللجنة المالية عرض علينا المرسوم المرة الثانية، وكان في تقريبا أغلبية بتمرير المرسوم، الموافقة على المرسوم، والإخوان في الكويتية راح يقدمون لنا خطة الأسبوع القادم اللي هي على خطة العمل والبزنس بلان مال الكويتية، وكيفية نقل الكويتية من شركة تقريبا شبه ميتة إلى إن شاء الله شركة تنافس الشركات العاملة في المنطقة مثل القطرية والإماراتية والاتحاد والشركات الأخرى. راح يكون لها كل الدعم من عندنا كناقل وطني حتى ترجع الكويتية مثل ما عهدناها، وسنراقبها عن قرب. يعني ما راح يكون هو ثقة مطلقة، راح يكون هناك ثقة ومراقبة ومتابعة الأداء. هذه من شأنها أنها تخلق وظائف للكويتيين، تحافظ على الوظائف الحالية، وتساهم في تحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي، لأن بدون ناقل وطني لا يمكن أن تتحول إلى مركز مالي واقتصادي، لأن شركات الطيران في العالم غير مربحة ما لم تكن مدعومة دعما من مباشر وغير مباشر من حكومات هذه الدول. عموما أنا بشكرك، وأقول أنه إذا أنا شهدت خلال الفترة القادمة تحرك في ملف مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، يبقى أنا سأشهد لهذا المجلس أنه هو أنجز إنجاز كبير جدا، ونتمنى لكم التوفيق. سيد ناصر المري، عضو لجنة الشؤون المالية بمجلس الأمة الكويتي. أنا شاكر لكم، وشاكر لك نجوى، وشاكر لسي أم بي سي ولمشاهدين سي أم بي سي، وآسف على الإطالة إن أطلنا في شرح بعض الأمور. شكرا.